معكم كيم هاجر. في الفيديو ده لقيت فكرة اخيرا عشان الم الفوتوكاردات بتاعتي في حتة وتكون متجمعة في حتة كده، فلقيت حل وهعمل لكم في الفيديو بتاع النهاردة البوم لحفظ الفوتوكارد بس كبير حبتين. فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تحطوا لي لايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله في القناة. ويلا بينا نشوف المقاسات بتاعتنا والادوات اللي احنا نحتاجها في الفيديو بتاعنا. اول حاجة احنا محتاجين مقاسين، اول مقاس محتاجين منه قطعتين، اول مقاس محتاجين منه قطعتين، المقاس هيكون 34.5 × 24.5، والمقاس التاني محتاجين منه قطعة واحدة وهو 34.5 × 5، ومحتاجين قطع حديد زي اللي قدامكم دي، تقدروا تبدلوا في بدائل كتير تقدروا تعملوها بيها بالمشبك الورق او او تقدروا تعملوها بالورق ذات نفسه، ففي افكار كتير وهبقى بعملها لكم في فيديوهات تانية. وكمان هتحتاجوا الملف الشفاف ده اللي احنا بنحفظ فيه الورق بتاعنا. اول حاجة هنجيب الملف الشفاف بتاعنا ومسطرة وقلم رصاص كده معايا، وهتجيبوا فوتو كارد عندكم، ولو مش متاح عندكم الفوتو كارد فمقاس الفوتو كارد بيكون 9 × 6، وطبعا على حسب يعني انت لو مش عايزة تعملها الفوتو كارد وعايزة تعملها لصور مثلا شخصية، فعلى حسب الصور الشخصية هتبتدي ان انت تحطي الصورة في اخر الملف، وهتبتدي ان انت تعملي خطوط كده فوق الصورة لغاية يعني ما تزبطيها، تزبطي مكان الصورة مثلا، وتكرر العملية دي في كل الخانات بتاعت الملف لغاية ما ينتهي. طبعا تقدري في حلين، لان تخيطوها بالمكنة، لان تخيطوها على ايديكم، وفي حل تالت غير الخياطة خالص، ان انتوا تجيبوا دبل فيس شفاف يكون رفيع، وتلزقوا بس الحروف اللي هي محتاجينها تكون مقفولة عشان الصورة ما تقعش من الملف. فالمفروض ان هي شكل الملف هيبقى عامل زي كده، هبقى احط لكم صورة يعني توضيحية ليه لو عرفت يعني، وكمان لو معرفتش ممكن احط لكم على المنتدى او كده يعني. بس يعني ده الجزء الايه اللي هو في المعضلة كلها او في الشغل كله يعتبر. الجزء اللي بعد كده هو التغليف الطبيعي، انا نسيت وتقريبا الكاميرا كانت فاصلة الغلاف بتاع الكتيب نسيت اصور لكم وانا بغلفه، بس التغليف الطبيعي اللي انا بغلفه هو اهم جزئية. الجزء اللي في النص ان انا غلفته وسبت الجزئين دول مفتوحين كده او جزء كبير من التغليف عشان الزق الامام او الوش بتاع الكتيب بتاع الالبوم بتاعي والخلف مع بعض في النص. انتوا اكيد يعني هو اكيد واضح لكم، مش محتاج ان انا اشرح لكم يعني عشان انا شرحي ممكن يلخبطكم. اوكي هو واضح عندكم في الفيديو. وهنجيب بقى الجزء الحديد. انا التغليف مش احسن حاجة لان انا مش عاجبني الصراحة، بس انتوا تقدروا تغلفوا احسن مني بكتير وتقدروا تعملوا احسن مني بكتير. الجزء الحديد ده ابتديت ان انا الزقه بالشمع في نص الكتيب بتاعي وفتحته كده عشان هبتدي ان انا احط فيه الملفات اللي انا خيطتها على المكنة او اللي انا خيطتها بايدي او اللي انا عملتها بالدبل فيس، اي حاجة عادي. كمان انا قلت لكم بتهيألي الجزئية دي ان احنا بنبتدي ان احنا نقص، لو احنا مثلا مخيطين بنقص اي زوايد، وكمان الفتحة اللي احنا بندخل منها الفوتو كارد بنبتدي ان احنا نفتحها بالكتر او باي حاجة يعني بالمقص بالكتر باي حاجة. الفتحة دي بدايتها من اني بقى جزء هتكون بدايتها من الجزء التاني، يعني التلاتة اللي فوق ملناش دعوة بيهم، احنا هنبتدي بالتلاتة اللي هما في النص، وهنبتدي ان احنا من الجزء اللي احنا مخيطين منه هنبتدي ان احنا نعمل شرطة كده بالكتر او بالمقص، نقطع بس الجزء ده عشان ندخل منه الفوتوكارد بنفس النظام في الجزء اللي تحت. بس حبيت بس ان انا اوضح لكم النقطة دي، ولو انتم مش يعني مش فاهمين قوي من شرحي وممكن اوضح لكم يعني في فيديو شورت صغنطوط كده اوضح لكم اكتر الفكرة اللي انا اقصد عليها ايه. تمام. بعد كده ابتديت ان انا ازين الالبوم بتاعي الفوتو كارد ايه بعد كده ابتديت ان انا ازين الالبوم بتاعي بشكل عشوائي خالص، انتوا تقدروا تزينوه باللي انتوا تحبوه. وان شاء الله اكيد هعمل لكم فيديو
اعادة تغليف الالبوم ده، لان انا مش عاجبني خالص، يعني انا بالنسبة لي مش احسن حاجة ومش عاجبني، فممكن نعمل له اعادة تغليف في القناة تاني عادي خالص. ابتديت ان انا اجمع بقى بعد كده الفوتوكاردات بتاعتي وانظمهم واشوف اللي انا عايزة احطه في الالبوم بتاعي، وحطيت حتى كان الفوتوكاردات دي جديدة اللي انا بتهيألي كنت لسه شارياها قريب. الفيديو ده اصلا متصور لكم بقاله كتير قوي، وانا مش عارفة ليه ما نزلتوش لغاية دلوقتي والله، بس هي جت كده بالصدف. المهم هنزله لكم النهاردة، واحتمال كبير يكون في فيديو في نص الاسبوع عشان انا بحاول اعوضكم الغياب اللي انا غبته الفترات اللي فاتت دي، بحاول اعوضكم يعني ما غبش عليكم تاني، او حتى لو غبت يعني يبقى في يعني ايه حاجة كده ترضيكم ان انا بنزل في نص الاسبوع. بس ان شاء الله في نص الاسبوع اكيد في فيديو هينزل، مش عارفة بقى يكون تبع الكيبوب ولا حاجة تانية غير الكيبوب، مش عارفة الصراحة، بس ان شاء الله في فيديو هينزل لكم في نص الاسبوع. بصوا بقى، ابتديت ان انا انظم الفوتوكاردات بتاعتي. انا كنت هنظمها ان انا احط الفوتوكارد وش وظهر، بس انا محبتش الموضوع ده، يعني في الوش وفي الظهر بتاع الملف، بس انا محبتش الموضوع ده، حسيت ان انا لا، انا عايزة بس في الوش ان هما يبقوا مظبوطين في الوش بس، والظهر يكون باين الفوتوكارد بتاع مين يعني، او الشكل بتاع اللي هو موجود في الظهر يكون باين. بس فظبطتهم على كده و انبسطت قوي بشكله، بجد 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 مبسوطة قوي بشكله، اكتر واحد مبسوطة بيه رغم ان هو كبير قوي، وحسيت بعد ما انا عملته ان هو كبير زيادة عن اللزوم، بس انبسطت جدا جدا بشكله. والتغليف بتاعه لعشرمية مرة اقول لكم في الفيديو تقريبا، هو مش عاجبني ومش احسن حاجة، تقدروا ان انتوا تغلفوا وتعملوا كمان واحد احسن من بتاعي، ف اكتبوا لي في التعليقات كده ايه رأيكم في الفكرة دي. و بس كده نكون بتهيألي خلصنا الفيديو بتاعنا للنهاردة. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ده تحطوا لايك وتشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله في القناة. شكرا جدا 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 على تفاعلكم في الفيديوهات اللي فاتت، التعليقات كلها بقراها وان شاء الله هرد عليها. انا الفترة اللي فاتت ما كنتش برد عليها، بس هرد عليها الايام الجاية. وبس كده، اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، باي.